يا عصام بيتي بيتخرب. يا ريته يتخرب من يوم الجوازة السودة من البنت سماح دي. يا عصام ما رضيتش اتبهدلت. لو سمعت الكلام وطلقتها ما كانش حد يبهدلك. طب ريحني وقول لي. مش مريحك. مالك ياض مش مكسوف من نفسك كده وانت واقف عمال تبص يمين وشمال وخايف حد يشوفك معايا؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب ما انت عارف اللي فيها وعارف لو اتشفت معاك في الطبيعي ممكن يحصل ايه، ما بال دلوقتي بقى. كرامتك ياض ما بتنقحش عليك، وخصوصا انك عارف ان اهلك بيبصوا لك انك راجل ممشيه مره. مش معنى اني بحب مرات يبقى لازم تكون ممشياني عصام. امشي ياض، امشي ياض من هنا بدل ما انت عمال تتلفت يمين وشمال كده لا يعلقوا لك الفلكه. امشي. شاكرين عصام، شاكرين اخويا. اخوك؟ اه صحيح، تصدق نسيت انك اخويا. هينخرع. كنت فين يا امين؟ ما رجعتش على طول ليه؟ مفيش، قابلت واحد صاحبي في الشارع وانا جاي، فهو فرج معاه شويه حلوين. واسمه ايه صاحبك ده؟ جرايه سماح. انت هتحقق معايا ولا ايه؟ مش بحقق معاك ولا حاجه، ما تتعصبش قوي كده. انا بس كنت خايفه تكون واقف مع عصام اخوك ولا حاجه. عصام؟ ده انا اوعى تكذب. قابلته صدفه. صدفه؟ مع اللي حصل لرفاعي النهارده ده؟ مش مبلوعه. قصدك يا سماح؟ قصدي انكم طبخينها سوا. انا هحبس رفاعي اللي عاش معاه بيت واحد؟ رفاعي اخو مرات اللي بقت اخويا وعيلته كلها بسببها؟ امال عصام كان عايزك ليه؟ مفيش، قابلته عشان اعرف ان كان لي يد في حبس رفاعي ولا لا. وقال لك ايه؟ حلف لي ان ملوش دعوه. يبقى لي يد. ما انت عارف اخوك عصام، طالما حلف يبقى بيكذب. اهو ده اللي حصل. وانا المفروض اصدقك ليه؟ عشان انا جوزك يا سماح. لا يا امين، حاجه واحده بس اللي هتخليني اصدقك. اللي هي ايه بقى؟ تشيل الليله مكان رفاعي. بتضحي بقى يا سماح؟ لا انا مش قادره استنى، انا لازم اروح اشوف ابني فين. ما ينفعش، ما ينفعش يا فتحيه، ما انت عارفه ابنك لو رحتي له هيعمل ايه. ابله عيش عندها حق، وبعدين بقى يا حاج ناصر مأكد عليه ما ينفعش تنزلي. يعني اقعد كده وانا مش عارفه ابني جراله ايه؟ مش احسن ما تنزلي ويزعل؟ انت فاكره ساعه خناقه فتح البشندي فرج علينا الدنيا ازاي؟ طب اروح انا يا حاجه اطمن لك وارجع. بس يا بنت تروحي فين انت كمان؟ اقعدوا انتوا بس وهم هيطمنونا. يا رب تطمني على ابني يا رب بحاجه النبي. ايه يا مختار؟ يا ريس، رفاعي طول عمره واحد من رجالتك وعمر ما قصر معاك في حاجه. انت هتشحت عليه ولا ايه؟ انت عارف يا ريس ده الغالي، لو طولت اشحت عليه عشان يطلع هاشحت. ما حدش كان قال له يفتح صدره. يا باشا احنا ماشيين بحسك، لو ما كانوش رجاله بدري بيه يمشوا فاتحين صدره، ومين اللي هيفتح؟ عايز ايه يا مختار؟ تليفون من سعادتك يخلص الموضوع. الموضوع مش سهل. بس مش صعب عليك يا باشا. ده انت مصري يا باشا. عجبتني، عشان كده هحاول. ده العشم يا باشا، ربنا يخليك لينا. بس بص، المحاولة دي ممكن ما تنجحش. ده هو اللي يخليها ممكن ما تنجحش؟ مزاجي، عشان انا مزاجنجي قوي. قلت لك يا باشا هسلمهولك تسليم اهالي. بصراحه ما كنتش مصدقك في الاول عصام. ليه بس يا باشا؟ ده انا حتى اخوك ودراعك في المنطقه تمن.
وده مقابل ايه بقى يا عم الحاج؟ مش محتاجه سؤال يا باشا، الامان طبعا. الامان ما اقدرش اديهولك عصام. ليه بس كده يا باشا؟ عشان الامان ده بيجي من الناس اللي اكبر مني بكتير. ما انا عارفهم يا باشا، عارفهم كويس قوي ووصل لهم كويس قوي كمان. ولما انت عارفهم عايز مننا ايه؟ ساعات اللي زي سيادتك بيبقوا اهم مليون مره من الناس اللي فوق، وانا الناس اللي فوق غضبانين عليا دلوقتي، واساسي طبعا راضيين على رفاعه دسوقي، مع انه فيش على ما فيش. صيد بالاونطه. اسمع مني انا يا باشا. انت غالل منه كده ليه؟ مش عشان حاجه واحده بس يا باشا، حاجات كتير قوي. يعني كله تمام؟ طب ماشي. لا بالسلامة انت. سلامة. ناصر، العربية طلعت وتبلغ عنها كمان. خلاص تمام يا عم، ربنا يكملها على خير بس. يا رب. ها يا عم سعيد، لسه كتير؟ ما تقلقوش يا عم زكريا، نص ساعة كده بالظبط هنتحرك بيهم إن شاء الله. موسى كمال بفوق؟ فوق في مكتبة ناصر، قاعد مع عصام النمر. آه مع عصام النمر. آه أنا لو مشيت مش راجع تاني يا سماح. ومين قال لك إني عايزاك ترجع؟ أنت تمشي من هنا وتبعت لي ورقتي. هو أنا كنت أوافق أتحبس مكان رفاعي نتطلق؟ أنا خيرتك من الأول يا أمين تفدي رفاعي، أنت اللي مرضتش. وأنا رفاعي بالنسبة لي الدنيا وما فيها، وأنت عارف. وافدي ليه؟ أنا مالي؟ عشان كنت تثبت لي إن أنت مالكش يد في أذيته أنت وأخوك. والله ما حصل. وأنا أضمن منين؟ أنا معاك على مخدة واحدة إزاي وأنا شاكة فيك؟ أقسم لك بالله العظيم ما حصل يا سماح. أمال ما عملتش ليه اللي أنا قلت لك عليه؟ عشان أنا مش بتاع مشاكل. أنت عارف أنا طول عمري ماشي جنب الحيط وبكره اللبش، ولا لا في سام ولا محاكم. يا سماح أنا لو بت في حاجزي أمك راحت تطلع. أنا قطعت أهلي كلهم عشانك، عشان بحب. أنت لو سبتني مش هبقى لا حد في الدنيا ولا صاحب ولا. يا أمين أنت لو كنت وافقت تفدي رفاعي أنا ما كنتش هرضى. أنا بس كان نفسي توافق عشان تثبت لهم إنك مش خايف.